ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات النص التاني من شهر نوفمبر في 2019 لأصحاب برج العقرب. برج العقرب عندنا النص التاني هيكون مختلف تماما عن النص الاول. النص الاول كان فيه ضغوط وكان فيه حيرة كتير ما بين امرين، بالنسبة لك كان صعب جدا انك تختار. كمان كان عندك احساس انك انت داخل على خسارة، حاسس ان انت هتخسر شيء معين، هتخسر حاجة، يمكن الحاجة دي بالنسبة لك انت حاسس ان هي كانت حاجة قريبة منك او حاجة قوية، يمكن يكون عمل، يمكن يكون مبالغ مادية، يعني تعرضت لخسارة مادية بسبب انك انت عايز تعمل مشروع او تعمل حاجة، يعني المهم ان هي حاجة هتفيدك. بدأت ان انت كتير كتير من برج العقرب فعلا قدر ياخد القرار قبل يوم 10، وبدأ ان هو يتعامل على الاساس ده، وبدأ ان هو يحس في النص التاني بارتياح كبير نتيجة لاختياره. اما في جزء صغير لسه مازال الحيرة موجودة قدامه ومش عارف اذا كان هو ممكن يعمل ايه. في كتير الحيرة ما بينهم ان هم ينهوا موضوع او ما ينهوهوش، سواء موضوع في العاطفة او موضوع امر ما يخصهم، فمش عارفين تعمل يعملوا ايه قدام الحيرة دي، وهتاخدوا قرار كبير في النص التاني ده اللي لسه ما خدهوش، هتحسوا بارتياح. كمان عايزة اقول حاجة لبرج العقرب مهمة جدا، كتير منكم بيفكر يعني انتوا بتفكروا كتير قوي، يعني دماغكم شغالة تفكير جدا. فاللي انا عايزة اقوله ان انتوا لو بتفكروا في موضوع ليه تأجيل للشهر اللي جاي او تأجيل الفترة اللي جاية، ده هيبقى غلط كبير جدا. لازم تحسموا الامور بشكل قوي في النص التاني او قبل نهاية شهر نوفمبر، عشان ده شهر قرارات بالنسبة لكم، وقرارات هتكون لصالحكم كتير. فلازم ان انتوا يعني تحددوا موقفكم وتحددوا قراراتكم، ما يبقاش انتوا سايبين نفسكم للحيرة او سايبين نفسكم للتأجيل، لان ده هيبقى حاجة غلط جدا. كمان من الناحية المهنية لاصحاب برج العقرب هيكون في، من الناحية المهنية لأصحاب برج العقرب، لا هيكون في أفضل كتير عن النص الأول، يعني هيكون في ارتياح في نطاق العمل، هتحس إن أنت مرتاح أكتر مع الناس الموجودين في العمل. كان في بعض اللخبطة والتوتر، كمان كتير كان ممكن يكون كان عنده توتر من حيث إن هو يكمل في وظيفة أو لا، أو إن هو بيدور على وظيفة تانية غير وظيفته. اما النص التاني هيبدأ عندك الاستقرار المهني، هتحس ان انت خلاص ارتحت، انت داخل على ارتياح، انت شايف ان انت هتكون افضل، سواء بقى انت كنت بتعمل مشروع خاص لنفسك او ان انت في مشروع او في وظيفة يعني بتاعت حد في مكان في شركة، فهتحس برضو مهما كان في كلتا الحالتين هيكون افضل كتير. لو انت داخل على مشروع وهتعمله النص التاني، انصحك تماما ان انت تعمل انجاز لأوراقك وتعمل حاجتك الخاصة بيه بداية قبل بدء تنفيذ المشروع، يعني انت بتعمل اجراءات للمشروع اعملها في النص التاني، انصحك بده جدا. اما تنفيذ المشروع خليه على الشهر اللي جاي. كمان من ناحية الأوراق والتسهيلات وتسهيلات العمل ما بينك وما بين الناس هيكون حلو جدا جدا في النص التاني، هتلاقي دعم منهم موجود ليك. كمان هنلاقي يا أصحاب برج العقرب إنك بتفكر كتير قوي قوي في النجاح العملي، أو إن أنت توصل لطريق القمة، إنك تترقى، تكون في مكان معين، إنك تكون أفضل، حاسس إن قيمتك أكبر من كده بكتير، حاسس إن أنت المفروض تعمل أكتر من كده، إنك تنجز حاجة كبيرة. وبالفعل انت لو اخترت الموضوع اللي انت محتار فيه، انت عندك مواضيع عامة، يعني في مواضيع انت محتار فيها، ولكن في منهم موضوع هو ده الظاهري وبارز جدا قدام الناس، لكن حقيقة الامر انت يعني محتار ما بين اكتر من حاجة. فممكن يكون كمان الامر او العمل، الطريق اللي انت عايز تدخل عليه او تعمله او تفكير عشان تقدر توصل للاهداف بتاعتك، يمكن ده كمان موضوع فيه وضع الحيرة بالنسبة لك، انك تعمل القرار ده ولا القرار ده. فبالنسبة لك برضو الحيرة دي موجودة في العمل. ففي كتير بتفكروا في ان انتوا ازاي تعملوا حاجة، ازاي توصلوا للقمة، ازاي توصلوا لاهدافكم، وبالتالي هتقدروا تعملوا ده نتيجة اختياركم اللي هيكون سليم، اللي هيكون حققه كتير من برج العقرب، اللي هيكون قادر انه يفكر بشكل سليم. عايز اقول لاصحاب برج العقرب تفكيركم الكتير قوي، برج العقرب بيفكر 48 ساعة في ال 24 ساعة، تفكيركم الكتير لو في تأثير خارجي عليه في كلتا الأحوال ممكن يكون صعب، يعني صعب نتيجته،
او صعب ان انت توصل لحل او توصل لحاجة ايجابية. اما اللي المفروض ان احنا نعمله ان احنا نفكر بدون اي تدخلات خارجية او باي تأثير خارجي، يعني ما نتأثرش بشخص يخلينا نغير فكرتنا عن مكان العمل، نتأثر بحاجة صغيرة يخلينا نشقلب وجهة نظرنا تجاه موضوع معين. ما تخليش حد ممكن يكون مثلا معزة، يعني ممكن يكون صديق ليك في مكان العمل يخليك تتنازل عشان تفضل في العمل، والعمل دوت بيجرحك، بياخد منك وقتك، بياخد فلوسك، ايا كان كمثال يعني. ولكن ما تخليش اي حاجة يكون تأثير يأثر عليك ان انت تقبل او ترفض حاجة عشان خاطر شخص، عشان خاطر موقف. لا، ركز كويس جدا جدا، شوف اللي هيكون مصلحتك عامة هيبقى عامل ايه، او انهي موضوع اللي يكون في مصلحتك بشكل كبير. ده من الناحية المهنية. من الناحية المادية الوضع في النص التاني هيكون افضل، هيكون في استقرار، هتحس ان انت لا انت بتفكر بشكل جيد لجذب المال ليك. كمان خلوني اتكلم على الوضع العاطفي. من الناحية العاطفية لأصحاب برج العقرب، الوضع العاطفي بالنسبة للمتجوزين او اللي هم مرتبطين ارتباط رسمي، الناس اللي هم مرتبطين ارتباط رسمي او متجوزين هيكون النص التاني عندك مختلف شوية. النص الاول كان فيه بعض الخلافات، مشاكل، ممكن يكون مشادات كبيرة ما بينكم، كان اكترها او خصوصا من الابراج يعني برج العقرب والابراج الهوائية اللي منهم تحديدا برج الجوزاء، او من الابراج المائية اللي زيكم ممكن يكون برج السرطان، من الابراج النارية ممكن يكون برج الأسد أو القوس، من الأبراج الترابية هيكون برج العذراء. فدي كانت اكتر الابراج اللي كان فيها مشاكل النص الاول. اما النص الثاني هيبدا حلول كتيره، وهتبدا ان المشاكل دي تختفي بظهور طرف ثالث هيبدا ان هو يهدي اللخبطه اللي حصلت ويهدي المشاكل اللي حصلت دي بشكل داعم. يعني ممكن يكون حد من قريبين منكم، ممكن يكون من الاصدقاء المقربين بينكم جدا، يبدا ان هو يتدخل ويحل الموضوع ده بشكل شرطي، يعني بشكل يشرط عليك ويشرط على الشخص الاخر ان انتم هتكون علاقتكم افضل بسبب موقف معين، بسبب ممكن يكون خبر سعيد انتوا هيجي عليكم، ممكن يكون بيبي جديد، ممكن يكون حاجة جديدة في حياتكم تخليكم ان انتوا تاخدوا قرار لا احنا هنكون افضل، احنا هنتعلم ان احنا نكون احسن، احنا مترابطين اكتر. فهيكون النص التاني عندك فيه ترابط وفي حب وفي عاطفة وفي صلح كبير ما بينك وما بين الشريك وتفاهم كبير ونهاية الخلافات. كمان خصوصا الناس اللي هم كان عندهم بعض التهديد بالانفصال وان هما ينهوا العلاقة او مشاكل كانت حتى كبيرة جدا، هتبدأ ان المشاكل دي تختفي وتهدى تماما برضو بظهور طرف ثالث، مش ظهور طرف ثالث سلبي، لكن هو ممكن يكون حد داعم ليك او حد ما بيتمناش ليك الشر، يعني حد عايز لك الخير، عايز ان انت تكون مع الشريك، عايز ان انت تكون افضل كتير. اما بالنسبة للناس اللي هما لسه مرتبطوش، عندكم فرصة ارتباط اعجاب قوي جدا جدا ما بينكم وما بين اصدقاء، يعني علاقة صداقة هتبدأ ان هي تتحول لعلاقة اعجاب وعلاقة حب، وانت اللي هتكون معجب بالشخصية دي كمان يا برج العقرب، يعني مش الشخص اللي قدامك بس هو اللي معجب بيك، ولكن انت كمان معجب بيه جدا، وحاسس ان الشخص اللي قدامك هيبقى عارف ان انت معجب بيه، ولكن مفيش كلام عن العلاقة العاطفية، يعني لسه مفيش اعتراف. النص التاني ممكن يكون على اخر النص التاني يكون في اعتراف بالحب ده. اما بالنسبة للناس اللي هم في بداية علاقتهم، يعني مرتبطين ببعض ولكن لسه في بداية الارتباط، كتير منكم في مشاكل من الاهل مش منكم انتوا، يعني في مشاكل من الاهل رافضين العلاقة العاطفية دي ان هي تكمل، والاهل يعني ممكن يكونوا معقدين الموضوع بشكل كبير جدا، سواء من ناحية اصحاب برج العقرب او من ناحية يعني الشخص او التاني او الطرف التاني. كمان بالنسبة لاصحاب برج العقرب اللي لسه في بداية ارتباطهم، حاسين كتير ان هم على حيرة ما بين يكملوا العلاقة دي ولا ينهوا، هم مش شايفين فيها خطوة إيجابية، احنا متعلقين بقالنا فترة، شاكين ان الشخص اللي قدامكم مش بقى يحبكم زي الاول، او هو ما كانش بيحبكم اساسا، فبالتالي عايزين تاخدوا قرار ان انتوا تنهوا العلاقة، ولكن هتتفاجئوا بعد لما الشريك اللي قدامكم يحس ان انتوا هتنهوا العلاقة او بتبعدوا بالبطيء، هيبدا
كده ان هو يتقرب منكم اكتر ويحسسكم ويقول لكم ان هو عايزكم، ان هو بيحبكم جدا، يعني نقدر نقول ان انتوا هتخوفوا الشريك ويبدأ ان هو يعني يقرب منكم اكتر ويكون عايز ان هو يحصل حب او يحصل يعني تجديد او يحصل تطوير في العلاقة بتاعتكم، وده هيكون بالنسبة لك مفاجأة كبيرة ولكنها مفاجأة رائعة. ده من ناحية الوضع العاطفي. من ناحية الرجوع هيكون في نسبة رجوع جيدة يعني. اما بقى بالنسبة للحاجات اللي هتحصل لبرج العقرب من الوضع الاجتماعي، في كتير من برج العقرب انت هتقابل ناس هتدعمك جدا، وهنا الاختلاف شوية، لان كتير من برج العقرب اللي بتقابلوهم من الاشخاص بيكونوا حاقدين عليكم جدا، واكترهم حاقدين عليكم. اما النص التاني هيكون اكترهم هو داعم ليك، ولكن برضو مهما كان احنا ما خرجناش برا الشخصيات اللي بتحقد عليك او الاشخاص اللي هي بتحسدك بمعنى اصح، على بقى سواء شكل، ستايل، لبس، امور حياتية، ايا كان، فبرضو ده مازال موجود، ولكن الاكتر هي شخصيات داعمة ليك. ممكن كمان في بعض المشاكل اللي مع الاسرة او الاهل هتبدأ ان هي تتحل على النص التاني، وده يسبب لك راحة نفسية. من ناحية الصحية لاصحاب برج العقرب، الوضع النفسي هيكون بشكل افضل في شكل تدريجي. اما الوضع الصحي كتير احنا بننام وعندنا ارهاق او توتر، وده نتيجة ان احنا عمالين نفكر بشكل كبير قوي، وطبيعي ان احنا يبقى عندنا توتر وقلق بسبب التفكير الكتير. ده كانت التوقعات لاصحاب برج العقرب النص التاني، او ابسط او يعني حاجة كده صغيرة من التوقعات. عندنا ايام حظ كتير، ولكن في بعض ايام القليلة حظ مش هتفرق معانا، لان احنا بنفكر في بكرة اكتر. طبعا بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناة، تفعيل الجرس. سلام.